السلام عليكم. اليوم رانا رايحين نعملو صحن الكب كيك ولا القطو، يعني سميوها هذيك اللي تجي هكذا على ثلاثه اللي يحطوا فيها الكيك باش نصنعوهم. نسحقوا طباسه كما راكم تشوفوا، انا خيرت اللون الشفاف هذا، يعني هذا اللون احسن. انتم تقدروا تخيروا اي نوع من الطباسه واي لون تحبوه. المهم كي تخيروا الطباسه، اللون تاع الطباسه تاعكم لازم يكونوا يتماشوا مع اللون تاع هذوك الكيسان اللي رايحين تستعملوا معاهم. اذا انا هنا عندي زوج طباسه يكونوا كيف كيف، يعني نفس الحد، وعندي طبسي صغير كيما هما، بصح طبسي صغير عليهم باسكو هذا راح يجي من الفوق. عندي هنا هاد لي كوب تاع الفلون، يعني هاد الكيسان تاع الفلون هنايا، ولا ما عندكمش هاد الكيسان هادو تقدروا تستعملوا الكيسان تاع لاتاي، ولكن لازم يكونوا طوال ما يكونوش قصار هكذايا، لازم يكونوا طوال هكا باش تكون لا ديستونس بين طبسي وخوه تكون عاليه، ما تكونش ما يكونوش قراب هكا باش ما يكونش الضيق بيناتهم. ما تنساوش لا كولور لازم تكون كيف كيف كيما لا كولور تاع الطبسي. كذلك ولا ما عندكمش الكيسان تاع لاتاي وعندكم هذا الكيسان تاع كوكا كولا، تقدروا تستعملوه. يكون اللون تاع الطبسي شفاف، يكون اللون تاع الكاس شفاف كذلك. ولا خيرتوا الكاس اخضر لازم تخيروا الطباسه يكونوا لونهم شغل كيما هذاك الكاس، يعني اخضر. هنا ثاني كنسحقوا، يعني هادو حاجات لي امبورطون لي نسحقوا. هنا الحاجات لي اوبسيونيل اللي تحبوا زعما تستعملوهم، تحبوا ما تستعملوهمش وتحبوا تغيروا ثاني. كان خيار في الورد، يعني كل واحد واش يحب يخير. انا عندي هاد الغوبون هدايا اللي تاع هو تاع الخياطه، تستعملوا كثيرا الخياطه، تلقوها عند اللي يبيع العقاقش كامل تاع الخياطه. انا استعملت هذا اللون هذا الدوري، نتوما تقدروا تستعملوا الفضي وكيما تقدروا تستعملوا اي لون. حاجه اللي امبورطون ثاني هي تستعملوا السوبر جلو، يعني اللصقه، يا اما تكون لصقه كيما هكذايا ولا تكون اي لصقه عندكم في المنزل. ومن الاحسن انه يكون عندكم هذا البيستولي، لصقه تاع هذا البيستولي هي تاع هادو البلاستيك، هادو تذوب هذا البلاستيك تلصق احسن. ولا عندكم سوبر جلو اللي تلصق زجاج، ولا اي لصقه اللي تلصق زجاج في المنزل ولا تشريوها، تقدروا تستعملوها، يعني كل واحد واش يحب يستعمل. هنا راح نبداو اني حابه انا باش نزين هذا الكاس هذا ديالي. كما قلت لكم تحبوا ما تزينوش ما تزينوش، ماشي مهم. هنا راح نحب نحط هنايا كما راكم تشوفون نزينو هنا من الفوق هكذا. راح نحط هاد اللصقه هذه ولا اي لصقه تكون عندكم في المنزل، راح نحطها هنايا كامل. من بعد رايحه نلصق هاد الغوبون هذا هنايا، يعني لازم تلصقوه سوا سوا مع هنا من يخلص الكاس. كي تلحقوا لهنا تقطعوه، لازم لكم المقص بيان سور. هنا راح نزيد ندير له اللصقة باش يلصق. هكذا كما راكم تشوفوا فيه هذا كأس تاع الفلون. إذا هذا راح نزيد ندير له لصقة منا من الأسفل، راح نزيد ندير له هاد العقاش تانيك من الأسفل. نتوما كما قلت لكم لكم الاختيار، تديروا له عقاش ما ديرولوش، تشبحوه ولا تخلوه هكذا كيما راه كيما تحبوا تستعملوا. يعني لكم الاختيار في باش تشبحوه ولا ما تشبحوهش هكذا. الان راح نزيد نعمل نفس الشيء، راح نحط هذا العقاش هدايا. من الاحسن نبدا منين بديت الاولى باش هكذا يكونوا عندهم جهه وحده، منين كان الخلفه هذيك. لان هكذا راح ندور كامل هذا عليه من بعد هنا راح نقطعوه كما درنا مع الاولى ونلصقوهم.
اذا يجي كيما راكم تشوفوا هكذا شكله. هنا كيما راكم تشوفوا هنايا هذه صغيره هنا راني راح نزيد لها هذه كيما قلت لكم. نتوما تحبوا تزينوا كيما تحبوا، فقط للتزيين راح نستعملها يعني. وما تستعملوش تحبوا تستعملوا الكيسان هادو عاديين تقدروا تستعملوهم عاديين هكذا. راح نغلقها هنا راح نقطعها هنا ندير لها لصقه هنا باش تلصق هكذا هكذا كيما راكم تشوفوا. اذا هذا كاس كان كيما هذا تاع الفلور، انا عملنا له هاد العقاش هدايا اللي تباع عند اللي يبيع تاع الخياطه. وانا راح نخليه هنا باش ينشف وراح نعمل الثاني من بعد نرجع لكم مول ما نعمل هاد. كيما راكم تشوفوا راني خدمتهم في زوج فيهم دوك راهم واجدين نشفوا وراهم نشفوا شويه. نروحوا للطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه هي ولا عندكم الورد كيما قلت لكم تقدروا تقطعوا هذا الورد هدايا كيما انا هنا عندي الورد هذا. اذا قطعتوا منه عندكم ولا اي شيء تحبوا تزينوا به ولا حتى ما تزينوش يعني ماهوش مشكل. المهم انا هنا راح نشد هذاك التبسي هادو خلاص ما حاش نستعملهم. نشد التبسي الاول هنايا هكذا راح نحط ورده يعني اي لون تاع الورد تحبوه. ورده هنايا هكذا حابه برك نقول لكم بانه حنا راحين نحطوا هذا الكاس هدايا اللي راكم تشوفوا فيه هكا مقلوب يعني بهذا الشكل هذا والورد يكون من الاسفل هكذا كما راكم تشوفوا فيه يعني الورد يكون من يعني هذا الكاس هذا قلبناه وحطيناه كما راكم تشوفوا هنا حطينا الورد فوق الطبسي وهذا الكاس قلبناه وحطيناه هنا. دوك انا رايحين نلصقوه. انا علاه ما نكيلش لانه انا على بالي بلي هذا الكاس راح يجي هنايا ديراكتومون دونك على بالي انه راح نحط اللصقه باش هاد الفتحه هادي جات سواسوا مع هاد الطبسي هذا. اذا انا هنا نحب نستعمل هاد اللصقه تاع البيستولي. نتوما ولا عندكم اللصقه اللي تلصق الزجاج تقدروا تستعملوها. حنحط هذا هنا يجي هنا هذا يركب هنا لازم تخدموا غابيدمون باسكو هاد اللصقه تنشف بالخف يعني هذا لازم تستعملوها. حاولوا تحطوا بزاف هاكا اللصقه باش تحكم جيدا. نحط الورد تاعي هنا في الوسط هكذا كيما راكم تشوفوا. مش عارفه راكم تشوفوها احسن هذا اللي يجي من الفوق لانه هذا الطبسي اللي يجي منا من فوق هذاك الصغير اللي يجي من الفوق. الان راح نحطو ونحطو من الاسفل راح نعملو نفس الشيء ولكن هذه المره رايحين نقفلوه هكذا. هاد الطبسي هدايا راح نحط هاد الكاس هدايا يجي من التحت يعني هاد القاعة تاع هاد الكاس يجي من التحت ماشي من الفوق. نستعمل اللصقة هنا في الكاس رايحة نشوف الميليو هنايا راح نحطو في الوسط نحطو في هاد الشكل هدايا كما راكم تشوفوا هنا. الان هذيك الورده اللي غلقت راح نحطها لداخل كما راكم تشوفوا. والان هذا الكاس هدايا اللي عنده طبسي عنده وتشول الفوق يعني حطينا الكاس مقلوب راح نحطه فوق هذا هنايا يعني مش عارفه ولا راكم تشوفوا يجيو هكذايا.
يعني هكا يجيو. الان راح نلصق بيناتهم، نخليو هادي باش تنشف فيا. اذا هادي دوك نحطها هنايا ونجبد هادي، ولكن راح نقلبها نقلبها باش نحط لصقة هنا، باش كي نحط هذاك الكاس يجيني ساهل. ان شاء الله تكونوا راكم تتبعوا جيدا معايا باش هكذا ما نتلفهالكمش. هاد الطباسه هادو على ما كيلتهمش مع الكاس، لانه انا كي حطيت الكاس هدايا من قبل على بالي بلي الكاس راح يتغلق هنايا في هذه الفتحه هذه، ديجا كيلتو انا من قبل. نتوما من الاحسن انكم تكيلوا الطبسي تاعكم مع هذاك الكاس باش تحطوه في الوسط، يعني ما تحطوش في هكا برك، تحطوه تكيلوه تحطوه في الوسط هكذا. وراح نغلق هاد الكاس هدايا، لانه كما قلت لكم اللصقه تنشف بالخف. يعني نحاول نغلقو رابيدمون ونديرلو هكذايا. والان راح نقلبو لان كيما راكم تشوفوا كيفاش يجي هنا. انا راح نقلبو هكذا وراح نحط هاد الطبسي منا من فوق هكذايا. هادي فقط نحط لها لصقه ونلصقو من فوق، من بعد راح نوري لكم كيفاش يكون شكله. اذا هنا كيما قلت لكم انا على بالي الكيل تاع هادو، علاش كي نحط هكذايا على بالي بلي رايح يحبس، بلي راه رايح يحبس غير في هذيك الفتحه اللي هنايا. اذا نحط هذا بجي هكا، نحط هذا هنايا، ندير له لصقه. مرحبكم اي لصقه تاع الدجاج اللي تكون عندكم. هذه راح نجيبها لهنا ونلصقها من فوق. لازم يكون في الوسط. هنا دوكا راني راح نخليه باش ينشف، وكيما راكم تشوفوا راح نقلبوه هكا باش تشوفوه كيفاش يجي. الصحن رائع جدا كيما قلت لكم، تحبوا تزينوه تحبوا ما تزينوش تخلوه كيما على حاله، يعني ما ديرولوش اي شيء. هذا هو الصحن تاع اليوم. كانت هذه طريقه عمل صحن الكب كيك، ولا هو يعني تاع الحلوه ولا اي شيء تحبوا تحطوا فيها. يعني ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الطريقه هذه. حابه برك نقول لكم شيء هنا، انه هذه يعني ما تغسلوهاش، من الاحسن انكم ما تغسلوهاش، لانه هاد الاشياء هذو اللي حطينا هنا ماشي تاع الغسيل، يعني كي توسخ حكموها بابي هكذايا، شمخوه بالماء ومسحوها، ومن بعد عاودوا نشفوها افيك نقط بابي تاع هكا اللي نمسحو به تاع الكويزين. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الطريقه، هذه طريقه صنع صحن الكب كيك او الكوكي. اذا عجبتكم عليكم غير تشاركوا في القناه تاعي وديروا جيم لهاد لا فيديو هذه هكذا باش يلحقكم جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.